استغربتش خالص، ده بالعكس. انت عايز اقول لك على حاجه، اصل انت المنتخب الاولمبي من اول يوم اتعمل لحد اخر يوم انا متواجد فيه دلوقتي، انت عملت مجهود يعني خلال 5 سنين في المنتخب، انت عامل مجهود انك دايما متواجد. فحسة لما يبقى في فتره انت عارف انت ايه، بتعمل رصيد كبير من مجهود، يعني انت بتعمل مجهود، فانت بالتالي بقى ليك رصيد. هما الناس قدروا ده يعني، الناس بصراحه يعني، وده بشكرهم عليه طبعا، بشكر كابتن شاوي وبشكر كابتن معتمد والجهاز الفني، الناس كانوا واثقين فيك لانك انت كنت واحد من كباتن الفريق. خلينا واقعيين يعني، هو مش اخفاق، هو انت كان معاك في المجموعه ناس جامده جدا، في الطبيعي انك ما تصعدش، ده الطبيعي في الكوره، ده الطبيعي لما يكون معاك البرازيل ومعاك الارجنتين ومعاك استراليا، فانت على الاقل هتبقى تاني، فانت هما بياخدوا يعني اول اثنين، فانت الحمد لله قدرت انك، قصدي كان معاك اسبانيا وكان معاك الارجنتين مش البرازيل، فانت قدرت الحمد لله انك تصعد الدور اللي بعد كده. ده عملنا مجهود، لكن بتقابل البرازيل فرقه قويه جدا، فانا شايف ان احنا عملنا المنتخب عمل اللي عليه يعني، وان شاء الله في الفترات اللي بعد كده اي جيل يبقى عنده احسن. لا صح، وهو بالتالي انت اصلا عندك لعيبه كويسه جدا، المنتخب الاولمبي موجود، هم اللي موجودين في الدوري وهم اللي بيلعبوا، في ناس منهم متواجده مع المنتخب الاول، فهو الجيل فعلا جيل كبير يعني، وجيل محترم. صعب مش بتاعك. اول ماتش في الاولمبياد ما لعبتش، كنت مصاب يعني، جالي قبلها شد في الضمه كده، فما لحقتش اول ماتش، ثاني ماتش شاركت فيه يعني دقايق، والماتش اللي بعديه كذلك يعني كذا. خالص هتأثر ازاي؟ انت في بطولة كبيرة انت بتنزل بقى عامه، انت لما اول ما بتنزل الملعب خلاص ما بتشوفش غير انك عايز تبقى كويس، فانت مش هيبقى في تاثير، انا شفت كده يعني. وبعدين تقريبا ما فيش اصلا الكلام عن يعني، الكلام ده ما كانش موجود في المنتخب اصلا يعني، هو هيعمل كده لو كان ده حصل، بس هو لا، ما فيش حاجه حصلت دي خالص. شرف يعني ان انا اتمرن مع كابتن حسام، يعني كابتن حسام مدرب كبير، بس ما اتمرنش معاه قبل كده خالص. الفتره دي طبعا كنت حابب ان انا ابقى متواجد في المنتخب الاول، الواحد يعني عمل مجهود كبير قوي ان هو انك تحقق حاجه عشان تروح المنتخب الاول، سواء كاداء، سواء تنقل فرقتك لمركز كويس، سواء كارقام، لان دايما شباب بيركزوا على الارقام، فده انا عملته فعلا في الاخر برضو يعني، ما حصلش ان انا اكون متواجد في المنتخب، اكيد اتضايقت شويه، بس في الاخر انت بتحترم وجهة النظر يعني، وبتشتغل تاني عشان توصل تاني.